السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبارنا إيه؟ الحمد لله. قاعد ذا ريستورانت، درسنا النهاردة اسمه قاعد ذا ريستورانت، يعني في المطعم. في المطعم أكيد بيحصل حوار بينك وبين ويتر اللي هو دي الجرسون. طيب، أنت بتعتبر كاستمر يعني زبون، أوكي؟ يبقى الحوار بيحصل بين الكاستمر أند ويتر. لو أنت كاستمر هيحصل بينك وبين ايه ويتر، لو انت ويتر يعني جرسون هيحصل بينك وبين كاستمر. جود ايفنينج سير، مساء الخير يا سيدي. صاحب المحل او اللي قاعد في المحل او الجرسون هيقول لك جود ايفنينج سير، جود ايفنينج سير، جود ايفنينج سير. قول معايا، ها، جود ايفنينج سير، جود ايفنينج سير، جود ايفنينج سير. طبعا جود ايفنينج سيدي، مساء الخير يا سيدي. هترد عليه وهيسألك سؤال تاني، يقول لك what you have sir، what will you have sir، what you have sir، ماذا ستطلب؟ جود ايفنينج، مساء الخير. هترد عليه تقول له جود ايفنينج، انه قال لك في الاول جود ايفنينج سير، وات يو هاف سير، وات ويل يو هاف سير، وات يو هاف سير. جود ايفنينج، ترديت عليه تقول له جود ايفنينج، وتساله على المنيو، تقول له مي اي هاف ا منيو بليز، مي اي هاف ا منيو بليز، مي اي هاف ا منيو بليز، ممكن القائمه من فضلك. منيو كلنا عارفينها، may I have a menu please. طبعا ما عندوش مانع، هيقول لك ايه، of course sir، here it is، of course sir، here it is. طبعا يا سيدي تفضل، يبقى here it is يعني ايه، تفضل. of course sir، of course sir، here it is، here it is. وبيسيب لك وقت، وبعد كده بيرجع لك يقول لك Are you ready to order؟ Are you ready to order؟ يعني هل أنت مستعد للطلب؟ Are you ready to order؟ Are you ready to order؟ هترد عليه وتقول له إن أنت عايز إيه؟ هتقول له Yes, I'll have a chicken with rice. Yes, I'll have a chicken with rice. Chicken with rice. Yes, I'll have a chicken with rice. هاخد دجاج وأرز. Yes, I'll have a chicken with rice. بيقول لك كيف تريد الدجاج؟ ففي حالات في المطاعم بيبقى رير، ني، ويل دون، يعني معمول كويس، اوكي، او ميديوم يعني نص ايه، طبيخ كده او نص سوي. فهيقول لك ايه، how would you like the chicken، how would you like the chicken، how would you like the chicken. هترد عليه وتقول له well done please، well done please، well done please. well done يعني مستويه كويس. بعد ما بيجيب لك الاكل بيبقى في حالتين، حاله ان انت موافق على الاكل والاكل جميل، او انت زعلان من الاكل. طيب، عندي كذا تعبير ان الاكل مش عاجبك. That's not what I ordered، That's not what I ordered، That's not what I ordered، That's not what I ordered. يعني ليس هذا ما طلبته. That's not what I ordered. الطعام بارد. The food is cold. The food is cold. The food is cold. يبقى that's not what I ordered. ليس هذا ما طلبته. That's not what I ordered.
The food is cold. The food is cold. الطعام بارد. طبعا برضو ما انتش موافق على الأكل. لا أحبه. I don't like it. I don't like it. الطعام ليس طازج. This is not fresh. This isn't fresh. This isn't fresh. يبقى عندي هنا كده أربع جمل شايفهم. الأربع جمل دول معناه أنت ما أنتش موافق على الأكل. That's not what I ordered. That's not what I ordered. That's not what I ordered. The food is cold. The food is cold. The food is cold. I don't like it. I don't like it. I don't like it. This isn't fresh. This isn't fresh. This isn't fresh. ممكن أغيره، أغير الطعام اللي مش عاجبني ده. May I change this? May I change this? May I change this? ممكن أغير هذا الطعام. May I change this? ده كله في حالة إن كان طعام مش عاجبني. طب لو الطعام كويس. Enjoyed it, thank you. Enjoyed it, thank you. لقد تمتعنا بذلك، شكرا لك. Enjoyed it, thank you. Enjoyed it, thank you. أو لو كانت الوجبة جميلة أقول إيه؟ That was a delicious meal. That was a delicious meal. That was a delicious meal. ده وجبة جميلة. That was a delicious meal. طب بعد ما الوجبة كانت جميلة هتقول أنا عاوز أدفع الحساب. I'd like to pay. I'd like to pay. I'd like to pay. عاوز أدفع الحساب. تقول له اتفضل الفلوس دي بتاعتك اهي. Thank you. This is for you. Keep the change. يعني اتفضل شكرا وخلي الباقي. Keep the change. Thank you. This is for you. Keep the change. Thank you. This is for you. Keep the change. Thank you. This is for you. Keep the change. Okay. ده الموقف اللي ممكن يحصل بينك وبين الايه؟ الجرسون في المطعم. طيب عندي بعض الكلمات عاوز اعرفها زي ايه؟ توصيل المنازل عارفينها هوم ديليفري. هوم ديليفري. بعض المطاعم ما فيهاش صاله، ما فيهاش صاله تقعد فيها وتاكل، فبيقول لك ايه؟ اتفضل. اتس تو تيك اواي. اتس تو تيك اواي. تيك اواي. اتس تو تيك اواي. يعني ده للاكل خارج الايه؟ المحل. طيب سؤالنا عن السعر. سعر الحاجة طبعا how much is it. How much is it. How much is it. How much is it يعني كم السعر. طيب وانت بتطلب اي حاجة فبتقوله I'd like some. I'd like some. I'd like some French fries. يعني انا عاوز بعض فرنش فرايز. فرنش فرايز اللي هي الايه؟ البطاطس. I like some بيتزا. انا عاوز بعض الايه؟ البيتزا. بيتزا. طب لو بالعدد اقول له I'd like two pizzas. I'd like some pizza. I'd like some chicken. chicken يعني دجاج. I'd like some chicken. I'd like some fried chicken. Fried chicken. يعني إيه fried chicken؟ دجاج محمر. I'd like some chips. أنا عاوز بعض إيه؟ البطاطس. I'd like some chips. I'd like some hot dog. Hot dog اللي هو الزقوق. Hot dog. I'd like some ketchup.
كاتشب، عارفين طبعا كلنا بالإيه كاتشب. I'd like some cheeseburger. cheeseburger اللي هو همبرجر بالجبنة. I'd like some cola. عايز بعض الإيه كولا. طيب لو هي بالعدد هقوله بالعدد. I'd like one. I'd like two. okay. طيب I'd like some يعني أنا عاوز بعض. يبقى عندي بعض المأكولات، طبعا مأكولات كتير، المنيو مليانة. ها بطاطس اللي هي ايه؟ فرنش فرايز، فرنش فرايز. بيتزا اللي هي بيتزا. تشيكن دجاج، فرايد تشيكن دجاج محمر. تشيبس بطاطس. هوت دوج سجو كاتشب اللي هو كاتشب. تشيز برجر، تشيز برجر همبرجر بالجبنة. كولا. وعندي القايمة كبيرة، وده الموقف اللي ممكن يحصل بينك وبين الجلسون. يا ريت تكون تمتعنا بالدرس، وأشكركم. Thank you. Goodbye and good luck.